استمرار استقرار سعر صرف الدولار الامريكي امام الليره السوريه في عموم المدن والمحافظات ومصرف سوريا المركزي يقرر السماح للمطاعم بتمويل استيراد اطعمه محدده بالقطع الاجنبي. وخبير اقتصادي يوضح ان المصرف المركزي يرى ان توزيع المصارف الارباح نقدا يزيد التضخم في سوريا واستقرار جديد في اسعار الذهب في الداخل السوري على تنفيذ استقرار سعر الأونصة عالميا. كل ده بالتفصيل هنعرفه مع بعض من خلال الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولتنا اليومية لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. بس زي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ الجولة ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية ففيها الخير والبركة. ويشهد سوق الصرف في سوريا استقرار وهدوء لليوم الخامس على التوالي على خلفية استقرار سعر الدولار الأمريكي والعملات أمام الليرة السورية في عموم المدن والمحافظات خلال تعاملات اليوم الاثنين 19 فبراير 2024. وفيما يتعلق بالنشرات الرسمية حافظ سعر الدولار في نشرة المصارف التي تصدر عن البنوك على استقراره عند مستويات 13,000 ليرة بينما سجل الدولار في نشرة التحولات والصرافة الذي تصدر عن مصرف سوريا المركزي 13,200 ليرة. وفي السوق السوداء سجل الدولار مستويات 14,650 ليرة للبيع و 14,450 ليرة للشراء. وبهذا السعر فإن ال 100 دولار هتساوي 1,445,000 ليرة سورية. وفيما يتعلق بأهم الأخبار في الداخل السوري مصرف سوريا المركزي يقرر السماح للمطاعم بتمويل استيراد أطعمة محددة بالقطع الأجنبي. في التفاصيل سمح مصرف سوريا المركزي لمنشآت الأطعمة السياحية باستخدام جزء من أوردتها بالقطع الأجنبي لتمويل مستورداتها من الأطعمة غير المتوفرة بالسوق المحلية والمدرجة على قوائم الوجبات المتعارف عليها عالميا لمنشآت الأطعمة من الدرجة الرابعة والخامسة. وأضاف المصرف المركزي أنه يجب ألا تتجاوز قيمة هذه المستوردات نسبة محددة من عائد المنشأة السياحية بالقطع الأجنبي. يذكر أن لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي كانت قد أصدرت القرار رقم 223 لام ألف بخصوص تمويل مستوردات منشآت الأطعمة السياحية الحاصلة على موافقات وإجازات الاستيراد بناء على موافقة وزارة السياحة لاستيراد مواد محددة. على الجانب الآخر علق الخبير الاقتصادي عامر شهدة على قرار مصرف سوريا المركزي بتوزيع الأرباح على المساهمين في المصارف على شكل أسهم وليس نقدا، موضحا أن المصرف المركزي يرى أن توزيع المصارف الأرباح نقدا يزيد التضخم في سوريا. فقال عامر شهدة أن قرار استبعاد إمكانية توزيع الأرباح من جدول اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين من وجهة نظر المصرف المركزي هو تنفيذ سياسة نقدية من خلال عملية انكماش لعدم توزيع الأرباح نقدا للمساهمين حتى لا يطرح ليرة سورية في الأسواق. أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الحد من المستوى المعيشي للمواطن والحد من قدرته على الاستهلاك من أجل ضبط التضخم هو أمر غير صحيح، وكان يجب على المصرف المركزي أن يطلب من الحكومة إيقاف رفع قيمة المشتقات النفطية لأن رفع قيمتها سيؤدي حتما إلى طرح سيولة مالية ورفع نسبة التضخم. وبالتالي قرار استبعاد إمكانية توزيع الأرباح النقدية بهدف ضبط التضخم سوف ينعكس على الوضع المعيشي للمساهم ويؤدي إلى اضمحلال قيمة الاستهلاك وقوة شرائية بفعل التضخم. وفي النهاية نؤكد أن استمرار القرارات المتخبطة تسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية وبالتالي زيادة في المعاناة التي يتحملها المواطن البسيط الذي هو في الأساس الخاسر الوحيد من ضراء كل تلك الأزمات. ورغم ما يعانيه المواطن السوري من سوء في الحالة المعيشية أجده لا يزال متمسك بأمال وأحلام عودة الحبيبة سوريا لما كانت عليه من قبل، الهلال الخصيب الذي يربط بين الشرق والغرب. وأقولها وأكررها في كل حلقة من حياتي، بلادك حياتك وشرفك، إن بقيت بقيت أنت وذكرت، وإن فنيت وانتصرت تشردت أنت بين الدول. فالتاريخ وإما أن يذكرك بأفعالك الوطنية المشرفة أو ينساك الأرض. وبالنسبة لأسعار صرف الدولار في عدد من المدن والمحافظات السورية خلال تعاملات اليوم الاثنين سجل الدولار في دمشق 14,650 ليرة للبيع و 14,450 ليرة للشراء. وسجل الدولار في حلب 14,650 ليرة للبيع و 14,450 ليرة للشراء. وسجل الدولار في إدلب
15,110 ليرة للبيع و 15,010 ليرة للشراء، وسجل الدولار في الحسكة 15,110 ليرة للبيع و 15,010 ليرة للشراء، وسجل الدولار في منبج 14,910 ليرة للبيع و 14,860 ليرة للشراء، وسجل الدولار في الرقة 14,910 ليرة للبيع و 14,860 ليرة للشراء. أما فيما يتعلق بأسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرة السورية خلال تعاملات اليوم، سجل اليورو 15,790 ليرة للبيع و 15,570 ليرة للشراء، وسجل الدولار الكندي 10,863 ليرة للبيع و 10,707 ليرة للشراء، وسجل الجنيه الاسترليني 18,459 ليرة للبيع و 18,197 ليرة للشراء، وسجل الدولار الاسترالي 9,571 ليرة للبيع و 9,425 ليرة للشراء، وسجلت الليرة التركية 475 ليرة للبيع و 467 ليرة للشراء، وسجل الريال السعودي 3,912 ليرة للبيع و 3,856 ليرة للشراء، وسجل الدينار الكويتي 47,556 ليرة للبيع و 46,891 ليرة للشراء، وسجل الدرهم الإماراتي 3,989 ليرة للبيع و 3,932 ليرة للشراء، وسجل الريال القطري 4,026 ليرة للبيع و 3,968 ليرة للشراء، وسجل الدينار الأردني 20,690 ليرة للبيع و 20,400 ليرة للشراء، وسجل الدينار العراقي 11,199 ليرة للبيع و 11,047 ليرة للشراء، وسجل الجنيه المصري 474 ليرة للبيع و 466 ليرة للشراء. وبالنسبة لأسعار الذهب في الداخل السوري خلال تعاملات اليوم الاثنين، سجل جرام الذهب عيار 24 948,000 ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 22 871,000 ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 832,000 ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 18 814,000 ليرة، وسجلت أنصة الذهب 2013 دولار فاصل 42 سنت، وسجلت ليرة الذهب 6,705,000 ليرة سورية اللي بتساوي 453 دولار فاصل 4 سنت، وسجلت أنصة الفضة 346,564 ليرة سورية اللي بتساوي 23 دولار فاصل 41 سنت، وسجل جرام الفضة في سوريا 11,143 ليرة. نكمل جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية، واللي وصلنا فيه لأسعار صرف الدولار في لبنان، واللي سجل في البنك المركزي اللبناني 15,000 ليرة، وما زال سعر صرف الدولار مستقر في السوق السوداء في لبنان عند مستويات 90,000 ليرة للبيع و 89,000 ليرة للشراء. دي كانت جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك، علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول، تابعني وادعمني، أنا حسين علي هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.